صباح فاتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هقول لكم رأيي في فرشة بتاعة تنظيف الوش من ذا بادي شوب. دي بتاعة ذا بادي شوب ودي بتاعة اوريفليم. بتاعة اوريفليم جبتها من فترة كبيرة، كانت ب14 جنيه حاجة كده من زمان. ودي شكلها خشنة، سنة بسيطة، وشعرها طويل، فده بيخليكي ما تعرفيش تتعاملي بيها. وشعرها اصفر، يعني هي من ساعه ما جت وهي شعرها كده اللي هو مش فاتح، فده يخليني طول الوقت احس ان هي مش نظيفه مثلا، بس هي كده. انا ما اعرفش دلوقتي سعرها كام، بس تقريبا 51. وفي دي بتاعت بادي شوب. بتاعت بادي شوب حلوة، يعني بقالها سنين معايا وبرضو شايفين شكلها زي ما هي، نفس الشيء ما تغيرش زي ما هو. دي حلوة بس مش كل يوم، دي مثلا مرة في الأسبوع. لو انتي بشرتك حساسة بلاش منها كتير، لأنه ممكن تعورك، هو على حسب البشرة. ممكن حد يبقى بشرته حساسة فتعوره، ممكن حد تاني بشرته مش حساسة فمتعورهوش. بس هي ما ينفعش كل يوم خالص، يعني انتي موضوع انك تستعمليها كل يوم ده، لان هي قوية شوية. دي طريقة استعملها للي ما يعرفش، انك بتجيبي غسول وتحطيه على وشك وبعدين بحركات دائرية بقى، بس طبعا تحت العين. لأ، بتشيلي القشور، نظف الوش، لو في زيوت بتشيلها. حلو. انا ساعات على فكره دي بستعملها لما اكون مثلا حاطه ميك اب وكتير وحطيت زيت وبعدين في غسول في وشي، وعايزه حاجه تخلي الغسول يشيل الزيت كويس والميك اب يتشال كويس، بروح على دي. بس طبعا دي ما ينفعش، لانه دي جامده، يعني مش هينفع، ما ينفعش كل يوم خالص. دي عبيطه عادي، يعني تنفع كل يوم. بس بجد الشعر الطويل بتاعها ده مضايقني، بحسس ان هي بتاعت فرشه حلاقه رجاله، وكمان مش بتعرف توصل في كل حته. يعني مثلا المنطقه اللي جنب المناخير دي مش بتعرف توصل لها خالص لان هي طويله. دي بقالها سنين، مش عارفه بقالها كام، بس يعني محافظه على الشيب بتاعها، لونها ابيض زي ما هو، ملمسها زي ما هو، ما تغيرش. دي طبعا هبلة خالص، وشعرها منكوش كده وساعات بيقع وحاجة فظيعة. يعني شايفين شعرها عامل ازاي؟ منكوش كده وبيقع. دي لا خالص، دي زي ما هي، كأني لسه جايباها دلوقتي. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. باي.